موضوعنا اليوم آفة تعصف بالمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع المستويات. عندما نتحدث عن قضايا الشيك من دون رصيد في بلادنا اليوم، المحاكم التونسية تعج بملايين القضايا من هذا النوع، جنحة شيك من دون رصيد. عنا الآلاف يقبعون حاليا في السجون التونسية مع آلاف الشباب الهارب خارج حدود الوطن. معنا اليوم سي عبد الرزاق حواس، الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لمزيد توضيح هذه المسألة الشائكة، وخاصة مسألة إلغاء العقوبة السجنية عن هذه الجنحة في بلادنا. مرحبا بك سي عبد الرزاق. عندنا أرقام أو معطيات، أرقام حقيقة صادمة حول وضعية الآلاف من المحكومين، سواء كانوا يعني الآن موقوفين في المحاكم أو في السجون التونسية، أو حتى من الهاربين خارج أرض الوطن جراء الشيك بدون رصيد. كان نبدأ بالأرقام. نبدأ من 2017-2018، 193894 قضية شيك بدون رصيد. سنة 2016-2017 173074 قضية. هذايا بمعدل تطور القضايا في جريمة الشيك بدون رصيد هي 12%. اليوم نحن بعد جائحة كورونا اللي تعديت وضرت مجموعة كبيرة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، نحن توا ولينا نحكيه على أكثر من 2 ملايين متضررين من الشيكات بدون رصيد. معضلة الشيك بدون رصيد هي مشكلة كبيرة ياسر، تخلي أنه صاحب المؤسسة تندثر المؤسسة نتاعه، تخلي صاحب المؤسسة أنه يتضر حتى اجتماعياً وماديا، تلز المؤسسة للإغلاق، والإغلاق نتاع المؤسسة يعطينا بطالة مرتفعة. كيف كيف إذا كان صاحب المؤسسة معناتها تدخل في الانترديكسيون تشيكي وتدخل في المشكل هذايا، يولي محروم من كل الحقوق، أنه ياخذ قرض، أنه يرهن حتى أملاكه، ما عادش ينجم يعمل حتى شيء، يصبح مكبل بالقانون هذايا، ومعناتها ويتعدى ديريكت للعقوبة السجنية. المشكل في العقوبة السجنية، العقوبة السجنية هذايا كان نعملوا مقارنة بين الدول، نعملوا مقارنة بين الدول المتقدمة وحتى الدول الإفريقية، هما كلهم نحاول عقوبة سجنية على الشيك. علاش؟ على خاطر جريمة الشيك بدون رصيد وهي جنحة تعتبر هي جريمة بيضاء، والجريمة البيضاء لا يعاقب عليها القانون إلا بالمادي، ما يضمن المال إلا المال. معناتها هي معاملة تجارية بين زوز أطراف، شنو الضمان اللي فيها؟ هو المال. ما تنجم كان تضمن المال ولا دخل للجسد في الوضعية هذه. بالنسبة توا للقانون التونسي، المشرع التونسي في قانون الشيك اللي هو مؤرخ سنة 1923 بالضبط في 30 ديسمبر، تم التنقيح عليه في 4 مراحل من 53 حتى 96، وآخر تنقيح في 2007. تم التنقيح عليه في تشديد العقوبة والاحتفاظ بالعقوبة السجنية، وهذا الكل كان ضر بالاقتصاد. علاش؟ على خاطر القانون هذا يدمر الدورة الاقتصادية ويخلق مشاكل اجتماعية. بالنسبة للقانون هذا، كان نرجع شوية تاريخ للقانون هذا، هو قانون توجد في انجلترا سنة 1913، وكان القانون هذا ينظم طريقة المعاملات التجارية بالشيك. هو خلق الشيك هذا باش معناتها العباد ما عادش تهز فوقها فلوس، تنجم تستعمل الشيك كوسيلة خلاص. شنو اللي صار؟ صار انه في الدول المتقدمة الكل لاحظوا انه هذايا يعمل في مشكلة كبيرة اقتصادية اجتماعية، مع انه ظهور عمليات التحايل وظهور برشا مشاكل. التجأوا الدول هذوما لرفع العقوبة السجنية على الشيك بدون رصيد. اذا كان ترفع العقوبة السجنية على الشيك بدون رصيد،
الشيك اولا يولي ما عادش معناتها يولي الشيك ما يدخلش للسجن في طريق عدم الخلاص، لكن يتعدى للطرق المدنية كما في فرنسا كما في الدول الإفريقية الكل اللي هما بدلوا القانون هذايا، ويولي الشيك هذايا ما معناتها ما يدور في الدورة الاقتصادية كان الشيك اللي هو قابل للخلاص. به الوضعية أنه في الدول المتقدمة الكل لقاو المشكل ولقاو الحل، معناتها المشكل عرفوه. هذاك علاش فرنسا سنة 1990 اقترحت وقتها السيناء، نجموا نوريو للمشاهدين الرابور نتاع السيناء نتاع مجلس النواب الفرنسي سنة 1990 وقت اللي قرروا انه هما باش يرفعوا العقوبة السجنية على الشيك بدون رصيد. رفعوا العقوبة بالرغم انه الشيك يمثل 56% من المعاملات المالية، يمثل الشيك في فرنسا 56% من المعاملات المالية، رفعوا عليه العقوبة السجنية. اش قالوا؟ قالوا tant qu'il y a un crime alors vive le crime. اش حبوا يقصدوا؟ حبوا يقصدوا انه مادام فما الجريمة فلتحيا الجريمة. شنو اللي صار؟ الانسان المتحايل ما عادش ينجم يستعمل الشيك. هو شنو اللي يخلي الانسان المتحايل انه يتحايل عليك؟ على خاطر انت عندك ثقة، عندك ثقة في الشيك. الثقة في الشيك هي شنية؟ هي ماشي ثقة في الشيك راه في حد ذاته. نحنا نعرف الدولة مثلا كي تمشي تخلصها ما تاخذش عليك شيك عادي، تاخذ عليك شيك سيرتيفي. الدولة وقت اللي انت تخلصها وقت اللي يخلص الشيك وقتها هي تعتبر انت خالص، ما خلصش الشيك يعني هي انت ما خلصش. معناتها الثقة نتاع الشيك هي مستمدة من العقوبة السجنية. معناتها هل يعقل سنة 2021 المعاملات التجارية الاقتصاد يستمد الثقة متاعه من العقوبات السجنية؟ به نرجع لفرنسا. فرنسا كي غيرت، ولي نحن نقلناه القانون على فرنسا، فرنسا كي غيرت القانون هذايا طاح 16% في العام الأولاني، طاح 16% جرائم الشيك. به بعدها هي اكتشفت فرنسا أن هي قادرة أنها توقف معضلة الشيك بدون رصيد بطريقة ذكية ياسر، اللي هو على طريق الشيك الإلكتروني وقاعدة البيانات. به الشيك الإلكتروني وقاعدة البيانات هو الحل لرفع الجريمة على الشيك بدون رصيد. كنت واضح لنا سيادتك خاطر المشاهدين ما يفهموش معناها الشيك الإلكتروني. به الشيك الإلكتروني هو أولا ينجم يكون شيك ورقي وإلا ينجم يكون شيك غير ورقي. به في المرحلة الأولى النجم نستعمله الشيك الورقي، لكن في الشيك الورقي لازم نعمله أن إيدنتيفيون يونيك اللي هو المعرف الوحيد للصك. معناتها الصك هذاك كي نعطيه أن معرف وحيد ما فماش غيره معرف واحد آخر، معناتها كل صك عنده معرف وحيد. باش نزيد نبسطها للمشاهدين باش نجموا يزيدوا يفهموني، مثلا انت بطاقه باش تعمر بها تليفونك، اذا كان انت عمرتها في تليفونك نجمش انا نعمرها، ما نجمش نعمرها بالضبط. هو انه الشيك هذاك هو شيك فيه ان كود ايدنتيفيون يونيك اللي هو معرف الوحيد. المعرف الوحيد هذاك كي ناخو انا من عندك الشيك ندخل على تطبيقه، التطبيقه هذه مربوطه بالبنك المركزي مربوطه بالبنوك، ندخل على التطبيقه هذه نضغط على الأرقام المعرف الوحيد ونسجل. كان عنده فلوس الفلوس تدخل وناخو الشيك، إذا كان الفلوس ما دخلتش ما ناخذش الشيك ونقول له راه ما عندكش فلوس راني ما نجمش ناخو عليك شيك. هوني شنو عملنا؟ هوني رفعنا الجريمة على الشيك بدون رصيد. هي شنية الجريمة؟ هو عدم توفر الرصيد. انا اعطيتك الامكانيه انك تثبت في الرصيد موجود والا مش موجود. تقول لي انت التطبيقه هذه تنجم تكون صعيبه؟ لا ماهيش صعيبه، على خاطر البنوك بينات بعضها وبين البنك المركزي نحن صحيح نتعاملوا بالورق، اما بينات بعضهم يتعاملوا بالفورمه نتاع الشيك الالكترونيك، على خاطر هما يدخلوا على السيستم
يدخل على السيستم مثلا تاع سونترال دي ريسك، فالسونترال دي ريسك ينجم يرى لي زانسيدون نتاع لي شيك سون بروفيزيون، وينجم يرى المشاكل نتاع الحريف نتاعو، وفي نفس الوقت ينجم يعدي الشيك وترجع له الريبونس في نفس الوقت، تقول له فما رصيد ولا ما فماش رصيد. هذه نحن شنو نعملوا؟ نحن باش نعملوا تطبيقه تتسمى التطبيقه هذه حريف كليون. التطبيقه هذه يشارك فيها صاحب المؤسسه، يدفع ابونمون شهري للبنك المركزي باش ينجم يدخل، وتكون التطبيقه هذه تعطيه الامكانيه انه يثبت عنده رصيد ما عندوش رصيد، نقبل عليه الشيك ما نقبلش عليه الشيك. هوني اش عملنا؟ هوني رفعنا جريمه، ما خليناش السيد يقع في الجريمه، في نفس الوقت حمينا الزوز، حمينا السيد الاولاني ما عطاش سلعته هكاك، السيد الثاني ما عطاش الشيك وقع في الجريمه. توا باش نعملوا فصل بين الشيك الحيني والشيك المؤجل. معناتها اذا كان انت رجع الشيك بدون رصيد شنو معناتها؟ اذا كان انت قدام القاضي باش تقف وتقول ويلقى قدامه شيك بدون رصيد شنو معناتها؟ معناتها انت ما استعملتش التطبيق. مادام ما استعملتش التطبيق ما ينجم يكون كان حالتين الشيك، يا هو شيك مؤجل يا هو شيك ضمان. في الحاله هذه يستدعى الطرفين للبحث في امكانيه الصلح. نجموا من غير ما نتعداو بالمحاكم. علاش نهزوا ديريكت للمحاكم ونعبيو المحاكم وتولي برشا قضايا وتراكم عدد القضايا؟ فما جرائم اخطر من هكا نجموا نتلاو بهم. سهله برشا، هو انه نتعداو بالتحكيم والمصالحه اللي هو معترف به في المحاكم التونسيه. نتعداو للتحكيم والمصالحه، النهار اللي ما تلقاش مشكل ما تلقاش حل في التحكيم والمصالحه والسيد ما حبش يخلصك وما لقيتش لارونجمون نتاعك، تنجم تتعدى للمحكمه. تتعدى قضيه، وهوني تولي الشيك قام بدور الكمبياله. على خاطر وظيفه الكمبياله هو انها تكون يا اما ضمان يا اما تكون مؤجله. والشيك هوني مادام قام بوظيفه الكمبياله يعتبر كيف وكيف الكمبياله. والحل لتونس في الوضعيه هذيا هو رفع الجريمه على السك بدون رصيد، ورفع الجريمه على كل المعاملات التجاريه. رفع الجريمه على الاقتصاد، رفع الجريمه على الاقتصاد لان الاقتصاد لا يخضع للجريمه. هو شنو عمل؟ عمل خطا مادي، نعاقبه ماديا. انا ما حشتيش بالجسد نتاعو باش يكون موجود في السجن.